شوارع خالية وطرقات كانت لوقت قصير تعج بالمارين، وبيوت حولتها الضربات الجوية للوحة من ركام تدل على حقد استمر عقوداً من الأعوام. هنا الكرك الشرقي من ريف درعا، أوائل القرى المحررة والتي لا يزال النظام يعاقبها بالبراميل المتفجرة إلى اليوم. شو بدي أقول؟ شو بدي أحكي؟ عمين بدي أبكي؟ عمين بدي أحكي؟ إخوتي ولاد إخوتي كلياتهم ماتوا، عيلة واحدة بكاملها الله علي، الدار كانت ملانة كلياتها فضيت أصحابها، دسرنا دورنا وبلادنا وكل أرضنا وكل حالنا وكل أولادنا، ما خلينا شيء وروحنا هذا بالسيل قاعدين. لعل هذه الخيام لا تستطيع الصمود في وجه الرياح العاتية، لكن لربما تكون قادرة أن تحمي ساكنيها من موت محقق تحت أنقاض جدران البيوت وشظايا القذائف التي لا تفرق بين مدني أو عسكري، صغير كان أم كبير. ولا تزال مآسي النزوح شاهدة على القتل الذي غزا البلاد وأهلك الزرع والعباد. شو مسوين؟ بيودون كراتين، ما بدناش كراتين إحنا يا أخي، يهدوا الوضع علينا، يهدوا الوضع علينا، الناس ماتت، العالم شردت، يهدوا الوضع علينا، احنا ما بدناش شيء يا عمي، ما بدناش. بعد أعوام على تحرير مدن وقرى وبلدة سوريا بدماء أبنائهم، لا يزال طيران النظام يستبيح سماءهم ملقيا عليهم ببراميل الموت وتحت مرأى العالم أجمع، دون أي رادع يوقف آلة القتل عن الأطفال الصغار والنساء والشيوخ الكبار. الهيئة السورية للإعلام.